السلام عليكم الأخوات، لاباس بخير؟ كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم، نتمنى إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. أنا اليوم جيتكم في الوصفة ديال سميتو ديال لاباط ديال البيتزا، لاباط ديال البيتزا أو عجينة ديال البيتزا. كيفاش كتصوب؟ أنا غنوريكم الطريقة اللي هي زوينة بزاف، لأنها تجي رطبة وتجي هشيشة وفي نفس الوقت ما تكونش غير فرص بوحده. احنا باقي كنتكلموا دائما على الفرص بانهم غير نافع للصحه ديالنا بوحديتو. تحاولوا تخلطوا، حيت جات لاباط البيتزا دابا هي ضروري الانسان غادي يدير الفرص، ولكن غادي تخلطوه مع الفينو. هذه الوصفه اللي هي مزيانه وصحيه من الفوق. نبداو على بركه الله. هالمقادير عندي زلافه ديال الفرص، هانتوما الاخوات، ها هي كنديرها في القصريه. عندي زلافه ديال الفينو حتى هي تنديرها في القصريه. ها نتوما تنخلط اخوات، انا كنخلط. شنو غادي ديروا؟ هذه بالنسبه نقول لكم بيتزا اللي يقدروا ياكلوا فيها ثلاثه د الناس. صافي ثلاثه د الناس، ثلاثه د الناس يقدروا زعما يتغداو منها. غادي نزيدوا الملحه، غنزيدوا اخوات ها هي المليحه. غادي نديروا الجهد حيت ما عنديش بزاف، نديروا شويه د الملحه. غادي نديرو بيضة، ها هي دي كاملة. هادي عندي معلقة هنايا، درت نص معلقة الخميرة، درت المليحة، درت البيضة، هنا الخميرة الفورية واحد نص معلقة. هانتوما الزيت البلدية، شوفوا شحال الزيت البلدية، واحد جوج معالق كبار كبارين، ولا حتى لتلاتة ماشي مشكلة. الزيت البلدية دائما كتبقى تترطب العجينة وكتجيبها زوينة بنينة. سميتها الخميرة الفورية، الخميرة البيكين باودر واحد نصيص، ديرو غير نصيص. هات المسائل كلها غادي نعجنوها مع بعضياتها. هانتوما الأخوات غادي تعجنو بيديكم أكيد، ولا اللي بغى يديرو في الآلة الكهربائية يديرها، ولكن حسن لليدين كتكونترولي العجينه والانسان يكون متمكن من العجينه ديالو. انا بعدا كنصاوب ديما غير بيدي. هانتوما الاخوات ديروا شويه ديال المدافي باش تجمعوها، غير نتوما ما تربيوهاش قاصحه، الا تربات لكم قاصحه غادي تجي هكا في هذا الشكل. هانتوما نزيد غير شيشة دابا وبارك. هانتوما الأخوات تبعوا معايا المراحل، هانتوما تجيكم في هاد الشكل لاباط ديال البيتزا. أنا ما درش المقادير كتار، اللي بغى يدوبل يدوبل على حساب الناس اللي عنده. أنا وبنتي بارك عليا راه كندير غير القياس اللي هو صغير. هانتوما القياس اللي هو صغير، شي شويه غادي تعركوها شويه شويه باش داك التوابل داك هادو يدخلوا، لي زانغغيديون ديالها يدخلوا. ها نتوما مزيان، ها نتوما الاخوات بحال هاد الشكل هكايا يدلكوها. من بعد جيبوا زويته ودهنوا بها زويته، ها نتوما الاخوات باش ما تلصقش ديروا شويه ديال الزيت باش ما تلصق لكمش في يديكم، وباش تقدروا تفكوا من العجينه، لان دائما العجينه كتكون خفيفه كيخص الانسان يديرها. ها نتوما ها هي دي دابا مزيانه، غادي تفك من اليدين هكا. صوبوها مزيان بهذا الشكل. ها نتوما ايوا ديك الساعات اللي عنده الناس بزاف يقدر يدوب المقادير او يديرهم على ثلاثة او على أربعة. كاين العائلات اللي تبارك الله فيهم ثمانية، كاين حتى العشرة، الانسان على حساب داكشي اللي عنده. انا درت على حساب جوج الناس ولا ثلاثة كاع، مي الا كان فيهم جوع غادي يلا تقدوهم. دوي معاكم بصح. انا ملي كتجي لاباط خفيفه وكتكون مصاوبه مزيان راه واحد يقدر ياكل وحده وزياده، بيتزا وحده وزياده الا كانت زوينه.
ايوا المهم تنرجعوا من بعد الاخوات، ها نتوما غتكون في هاد الحال في هاد الشكل هذا. السلام الاخوات، هاني رجعت لكم من جديد، هنا حبوباتي رجعت لكم من جديد. شوفوا الطويوه غادي الكويكيطه غادي ندير فيها البصله، ها نتوما هذه لاصوص، غادي نقول لكم لاصوص ديال البيتزا، احسن صوص ديال البيتزا هي هذه. غادي نديروا البصيله، غادي نحطوها فوق البوطه، ها نتوما تشوفوا الاخوات البصله زوينه، ما كانش البصله على لاصوص كي والو. غادي نديروا نص كاس ديال الزيت بلديه، ها نتوما، وغادي نخليو هات هات البصله تشحر. كيفاش داير تشحر؟ غنزيد لها شويه د الملحه. كي داير تشحر ديالها، غادي يولي تقريبا بحال اللي قهوي، فهمتوني؟ انا غادي نغطي عليها ومنين تشحر مزيان غنوريها لكم. سلام الاخوات، هانا رجعت لكم، ها نتوما راه كتاخذ شويه الوقت، ها خصها تكون بحال هذا اللون، ها نتوما البصيله صافي الاخوات تكون بحال هذا اللون هذا. شتي داك الزلافه كلها اللي درت وراه ما بقى فيها والو، فهمتيني؟ داكشي علاش بقى كيجي مذاقها زوين منين تتجي في لاصوص تتجي بحال اللي ذهبيه شويه، ها نتوما كنحاول نقرب ذهبيه شويه تولي ذهبيه. هادشي اللي كاين، هذا اللي بغيت نوريكم، لان الا ما وصلناش لهاد النتيجه في البصله ما كتجيش زوينه لاصوص، لا في هادي ولا في بالنسبه لي باط، حتى لي باط الا ما كانش هكا لاصوص في هاد كذا ما تجيش زوينه. الاول اخوات، هاني رجعت من جديد، ها نتوما كما قلت لكم البصله اللي درت، ها نتوما كتشوفوها رجعت في هذا اللون وقلالت، ها نتوما كتشوفوا. شنو غادي ندير دابا؟ غادي نزيد العطريه، ها نتوما عندي نص معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه ديال البزار، نص معلقه ديال السكينجبير، هادو ضروري ديروهم في مع لاصوص. زيدوا عليها تويمه، ها نتوما الثومه ديال الضمات اللي كانت موجوده، ها هي باش تجي لاصوص بنينه. عندي مطيشه كونسونطري انا كانت في الكونجيلاتور، انا غنحط هاد الوريقات ديال لوغيي ورقه سيدنا موسى او حتى هما كنديرهم في الطاو. قبضت واحد 4 ديال المطيشات، ها نتوما الاخوات 4 د المطيشات، 4 ديال المطيشات اللي طحنت، ها نتوما كتشوفوا هاد الخليط كله. دابا غادي نخليوه يتخلط مع داك البصله ومع داك الشيء ونحركو مزيان ونخليوه يغلى باش يعطي لاصوص اللون ويعطي المذاق، ها نتوما. و الى خص المليحه غتزيدوها اكيد، هذه هي لاصوص غادي تعقد مزيان، منين تعقد غنوريها لكم. انا درت شويه ديال الفلفله، ها نتوما الفلفله درتها بهذا الشكل ملونه باش نديرها فوق البيتزا حتى هي، ها نتوما كتشحر، ها هي دي الاخوات تشحر مزيان، ما يغلقوها باش تولي رطبه في المقله. نرجع هانتوما الاخوات، شوفوا العجينه كيتضاعف الحجم ديالها، انا غطيتها بواحد ميكا باش كتخمر، الا ما خمراتش راه ما تجيش البيتزا رطبه وزوينه لا بات البيتزا. اذا شوفوا الحجم ديالها شحال ضاعف، ملي كيتضاعف عاد تنقبطوها نسرحوها ونديروها في اللاطه ديال الفران، انا ملي نتسرح نوريها لكم. هانتوما الاخوات العجينه ديالي فرقتها على ثلاثة، هانتوما هانتوما حاولوا انكم تلقوها وترققوها ديروها رقيقه مزيان، هانتوما هانتوما الاخوات شحال ما كانت رقيقه راه كتجي زوينه الصراحه. هانتوما ودائما دائما رشوا بالطحين، رشوا بالطحين باش ما تلصقش ليكم، حاولوا ديروا على شكل دائري مزيان، ها نتوما ما تخافوش منها كتولي مزيانه، ها نتوما الاخوات ها نتوما ها نتوما بحال هاد الرق هذا، ها نتوما شوفوا ها بحال هاد الشكل هكا كتجي دائريه، ها نتوما الاخوات. ومن بعد كنحطها في البلاط،
انا ندير بلا كندير هذا، ندير الكاغي وكنحطها بهذه الطريقه. ها انتم الاخوات صافي، ها انتم ملي تبغيو تدخلوها الفران غتكوها بالفرشيطه. ها انتم الاخوات كتكوها بالفرشيطه شويه، انا راني درت ثلاثه، انا وريتكم وحده. دابا ان شاء الله ندخلوها الفران طيب نص طياب، ومن بعد نخرجها ونوريكم. الى الملتقى اخوات، انا رجعت لكم من جديد. هانتوما شوفوا لاصوص خليتها في الطاوه اختارت حتى ولات هكا، راه خصها تجي في هذا الشكل. هي خاطره غزاله. هانتوما عندي الموزاريلا، عندي الكفته، عندي المايس، عندي شويه الطون، عندي الفرماج الاحمر. هانتوما عندي هنايا شويه ديال الدجاج، الصدر ديال الدجاج ها هو هذا. هادو باش نعمر بيتزات، نديرهم ندير ثلاثه مشكلين، ثلاثه د البيتزات مي مشكلين. هانتوما الاخوات غادي نخوي شويه الطابله باش نقدر نحط البيتزا اللي غادي نعمر. هانتوما الاخوات، هانتوما هذه بالكفته، راني عمرتها بالكفته، درت لاصوص ودرت الكفته ودرت الفلفله ملونه اللي شحرت، ودرت عليها الفرماج الموزاريلا. هانتوما الاخوات، هاني ساليت البيتزا ديالي. الاولى اللي بالكفته راني دفعتها للفران طيب، والثانيه ها هي ديفينا، هي درتها بالدجاج اللي وريتكم وفليفله من الفوق والفرماج وهذا. والثالثه ها هي دي، هذه الثالثه بالطون وبالفلفله وبلي مايس. هاني درت لهم الذره، شويه ديال الذره فيها، واحد الطويصه ديال الذره راه درتها فيها. ايوا دابا غندخلهم الفران، غنديرهم في البلا ويدخلوا الفران باش يكملوا، غير يدوب الفرماج كلشي طايب. حتى داك الدجاج راه شحرته في المقله، الدجاج كان عندي مشرمل بالموطاط وداكشي ودرته في المقيله وشحرته، عاد درته على البيتزا حيت انا كندير لها نص طياب في الفران، وعاد كنخرجها كنعمرها وعاود كندفعها عاوتاني عاود طيب. يلا غنقول لكم بالصحه والراحه ان شاء الله، تنوريكم التقديم النهائي.